بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا أبناء شعبنا الجنوبي العظيم، يا مغاوير قواتنا الجنوبية المسلحة، أيها الأبطال الميامين، يا رجال الحرب وفرسان ساحة الوغى، يا حماة الجنوب وسده المنيع، اثبتوا فإن النصر حليفكم، نحن بجانبكم. نخوض معركتنا الوطنية من على الأرض، نخوض معركة المصير ضد الإرهاب والتطرف. نحن معكم وإلى جانبكم من العاصمة عدن، أحييكم وأحيي صموركم الأسطوري. لقد حان الوقت الذي يجب أن ننتصر فيه للوطن ودماء الشهداء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. النصر للجنوب العربي ومشروعه العربي الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.